الدرس الثاني من دروس اللغة الإنجليزية لصف التاسع في مبادرة نصارات للتعليم عن بعد. الدرس الثاني بعنوان Past Simple Tense، زمن الماضي البسيط، and Past Continuous Tense، وزمن الماضي المستمر. سنتحدث عن هذين الزمنين الهامين للغة الإنجليزية إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الدرس. كان الدرس الأول أو الزمن الأول Past Simple Tense، زمن الماضي البسيط. Use الاستخدام Use the past simple to talk about finished events in the past. استخدم الماضي البسيط للحديث حول finished events، أعمال منتهية، in the past، في الزمن الماضي. Example مثلا He moved to Canada when he was 5. He moved إذن حول أعمال منتهية مثلا إذن he moved to Canada، هو انتقل إلى كندا when he was 5 عندما كان في الخامسة، في الخامسة من عمره. أوكي، إذا move ينتقل، moved انتقل، إذا شكل هذا هذه الجملة إذا شكل الماضي البسيط. form الشكل، فإذا دققنا بشكل الجملة تتألف من subject الفاعل زائد verb 2 زائد التصريف الثاني للفعل. طبعا هون بدنا ننوه للverb 2 إنه ممكن يكون regular verb فعل نظامي مثل الفعل مثلا move ينتقل، moved انتقل بالممر المثال. visit يزور، visited زار، play يلعب، played لعبة إلى آخره. أو فعل شاذ irregular verb مثل go يذهب، went ذهب، see يرى، saw رأى، وهكذا. طبعا لو أخذنا القاعدة، قاعدة الزمن كيف نصيغ الجملة المثبتة والمنفية والسؤال، قاعدة بسيطة وسهلة جدا مع كل الضمائر، مع الـ I، he، she، it، you، they، طبعا هم موجود الـ I، نضيف الـ I أيضا، نضيف الـ verb يضاف له ED. طبعا هي الـ ED هي عامة، لكن هي طبعا يقصد بها أيضا الأفعال الشاذة، يعني مو كل الأفعال طبعا يضاف لها ED، مثل ما ذكرنا الأفعال الشاذة لها تصريف آخر أو يختلف لا يضاف له ED. هي كانت الجملة مثبتة. أما إذا كانت جملة منفية فننفي بالـ didn't. didn't زائد verb 1، didn't زائد verb 1 التصريف الأول للفعل. إذا كانت جملة منفية بقول مثلا I didn't، مثلا I didn't play football yesterday، لم ألعب الفوتبول البارحة. في جملة السؤال نستخدم did، did plus verb 1، did زائد الverb 1 للتصريف الأول للفعل. لاحظوا إذا didn't و did يجب أن يأتي الverb 1 أو المصدر أو الشكل الأول للفعل. فنأخذ مثال أحمد visited his uncle yesterday، أحمد زار عمه yesterday البارحة. إذا لاحظوا أحمد فاعل subject، visited زار هذا verb 2 فعل طبعا نظامي ضفنا له ED، visit يزور، visited زار، his uncle عمه yesterday البارحة. طبعا كلمة yesterday البارحة هي تدل أيضا على البسيط، يعني ثلاث كلمات بتدل على الحاضر الماضي البسيط هي yesterday واللاست الماضي وأجو مضى. الجملة المنفية أحمد didn't visit، لاحظوا أحمد didn't visit، أحمد لم يزور his uncle yesterday عمه البارحة. ردينا الفعل للverb 1 أحمد didn't visit، أما إذا ما فعلنا نفي فنقول أحمد visited. نعم. السؤال did أحمد visit his uncle yesterday، هل أحمد زار عمه البارحة؟ تمام، إذا في السؤال نضع did قبل الفاعل. لاحظ ترتيب الجملة question السؤال بتكون did أحمد visit، هل أحمد زار his uncle عمه البارحة yesterday. okay، did أحمد visit his uncle yesterday، الجواب القصير yes he did أو no he didn't.